مشكلة، وهي ان الطلاب الموريتانيين في مصر يعانوا من مشكلة، وهي لهم 3 سنوات، في منهم اللي 3 سنوات وسنتين ما فات سجل لحد الآن. وطبعا في اول اجتماع لنا كمكتب تنفيذي مع سعادة السفير في مصر، قال لنا بالحرف الواحد: انا تسجيل الطلاب ما يعنيني، يعني وزارة التعليم. وعلى هذا الاساس نحن كنا منتظرين اللائحه تؤخذ من وزاره التعليم ويعود الاتحاد بالتنسيق مع السفاره يسجل الطلاب المتواجدين اللي هم الاولويه، لكن اتضح ان تم التلاعب وسجلت ناس ما هي كانت في الحسبان، وهذا هو سبب مشكلتنا، وهو سبب اللي يخلينا ندوا بهذه المشاكل كاملها. وفي الاخر كان رد السفاره او السفير بالاخص ان السفاره انقفلت بوجه الطلاب بحجه كورونا، وده طبعا احنا نعرف عنه، هذا رده فعل كعقاب لنا نحن، اياك نسكت بها، لكن هذا لن يحدث. الاتحاد لن يصمت على هذه رده الفعل والتعنت والتعالي على الطلاب وعلى الاتحاد بشكل خاص. من هذا المنبر نوجه رساله للسفير والجهات المعنيه، لن يتم التعامل معنا كجهه معنيه بالطلاب ومسؤوله عنهم. اولا فتح نطالب فتح السفارة أمام الطلاب المتواجدين كلا، أن الطلاب يدخلوا بشكل عام. ثانيا تسجيل الطلاب المتواجدين في مصر لهم سنة وسنتين وثلاثة. وثالثا تحديد آلية لتسجيل الطلاب الموريتانيين في مصر بالتنسيق مع الاتحاد. وشكرا.